بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المساحة دي إن شاء الله دايرين نتكلم عن كيف العضو إذا فقد كلمة المرور يستطيع أنه يستعيدها بنفسه من دون ما ينتظر رد من الإدارة. والحقيقة السبب الرئيسي اللي خلانا نحن نتكلم عن هذه الجزئية أنه حقيقة قاعدة تجينا من وقت لآخر رسائل، وهذه الرسائل ارتفع عددها في الفترة الأخيرة، إنه كثير من الأعضاء اللي بيفقدوا كلمة المرور ما بيستطيعوا يستعيدوها، فبيقوموا يكتبوا لنا يقولوا نحن عايزين لكم تدونا كلمة مرور. في العادة نحن قاعدين نرد عليهم وبنرسل لهم كلمة المرور وكل شيء، لكن حقيقة يتفجر من هذه المشكلة مشكلتين. المشكلة الأولى إنه العضو لما يطلب كلمة المرور أحيانا هو بيكون محتاج يعمل مشاركة حالية، فبيلقى انه نسى كلمة المرور فبيقوم يرسل لنا، فهو بيتوقع انه تجيه كلمة مرور جديدة خلال دقائق، وبالتالي نحن احيانا نرد عليه بعد يوم او بعد يومين او كذا حسب درجة المشغولية عندنا، واحيانا ما بنوصل الى البريد بسرعة واحيانا رسالته ما توصلنا. المشكلة الثانية انه العضو بالطريقة دي بيمكن الادارة انها تكون عندها معرفة بكلمة المرور حقته، ونحن بننصح انه اي عضو مفروض كلمة المرور يعمل لها جنريشن من عنده هو، عشان ما في اي زول غيره يكون عارف هذه الكلمة، وده من مصلحته لنواحي امنية. فالشاهد انه نحن في هذه الدقائق حنتكلم عن طريقة جدا سهلة لتمكن اي عضو من انه يغير كلمة المرور او يحصل على كلمة مرور جديدة في اي وقت. وكل اللي بنسويه انه انا دلوقتي الشاشة قدامكم في اسم العضو، طبعا هو حيقوم يكتب اسمه المسجل لدينا في الموسوعة، غالبا انا سأستخدم اسمي، ولانه ناسي كلمة المرور يقوم يعمل اي كلمة مرور من عنده بس عشان يخلي الموسوعة تتعامل معه كشخص ناسي كلمة المرور، ويضغط على تسجيل. لما يضغط على تسجيل تلقائيا بتجيه رسالة زي ما انتم الان شايفين، الرسالة دي بتقول له معلومات اسمك وكذا كذا غير صحيحة، ارجع للخلف يصحح المعلومات. ما في داعي يرجع للخلف لانه هو متاكد انه هو ما حيقدر يصحح المعلومات. كل اللي حيسويه انه هو دلوقتي حيقوم يضغط على هذه الجمله، قال له اذا كنت نسيت كلمه المرور اضغط هنا. كل اللي بيسويه انه هو بيضغط هنا وبعدين ينتظر الصفحه اللي بعدها، بتجيه رساله بهذه الطريقه. انا مكبر الصوره بس عشان توضح للناس زي ما انتم الان شايفين. بتجيك هذه الخانة وبيقول لك دخل رقم دخل عنوانك البريدي في المستطيلة. ده كل المطلوب منك انه اذا نسيت كلمة المرور دخل لنا ايميلك. المطلوب انك انت تدخل نفس الايميل الموجود عندنا نحن في الموسوعة. اذا ادخلت واحد الموسوعة ما متعرف عليه ما حيصلك شيء ولا حيتعامل معك. فانا حقوم اسي الان على سبيل المثال ادخل الايميل حقي انا الموجود في الموسوعه اللي هو library@tawseeq.com، وبيطلب مني اني ادخل 6 ارقام او حروف ظاهره في المستطيل ده. الارقام او الحروف تقريبا هي دي زي ما انتم الان شايفينها في الصوره، هي عباره عن DSR36Z. اذا ما وضحت لك ممكن تضغط على تحديث الصوره يغير لك، اما هم الان كده واضحين فما عندنا مشكله. بنقوم بكل بساطة نجي في المستطيل له وبنقوم نعمل الحروف الستة أو الأرقام حسب ما موجود، كابيتال أو سمول. الآن عندي دي بعدين اس بعدين ار بعدين نمبر 3 نمبر 6 بعدين كابيتال زد، وبنطلب منه طلب اسم العضوية أو كلمة المرور. الآن الشاهد انه على طول هو بيقلب لك وبيقول لك انه اسم العضوية الخاص بك ورسلت الى ايميلك بالبريد الالكتروني، وبيعيد سيعاد تحويلك الى الموسوعة. طبعا الان هو فعلا اعادنا مرة تانية للموسوعة، وبالتالي نحن نستطيع اننا نمشي للايميل حقنا اللي نحن كتبناه وبناخد منه كلمة المرور الجديدة، او هو حيديك رابط تضغط عليه وبالتالي بيدخلك الموسوعة بكلمة مرور عشوائية. بعد ما تعمل الخطوة دي وتخش خلاص تكون انت دخلتها، تجي بكل بساطة تجي في الموسوعة وتروح الى لوحة التحكم حقتك، وزي ما شايفينها
يمكن ظاهرة هنا لوحة التحكم، وبتدخل في لوحة التحكم وبعد ذلك بتلقى في الجزء الأيمن هنا في خانة لتغيير كلمة المرور وبتغيرها بالشكل اللي أنت دايره، وبذلك نكون في أقل من دقيقتين استعدنا كلمة مرورنا ومن دون ما يعني نطلب من الإدارة أو من أي أحد إنه يساعدنا في هذا الموضوع. نرجو إنه تكون هذه المساحة الصغيرة كافية ووافية في شرح كيف نستعيد كلمة المرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.